أظهر مشروع قانون الموازنة للعام القادم دعم الحكومة لمشاريع ومؤسسات وإيقاف دعمها لأخرى، ولم تخصص الحكومة أي مبالغ لدعم المشتقات النفطية خلال موازنة العام المقبل بعدما دعمتها هذا العام ب 242 مليون دينار. حول هذا الموضوع نرحب بالخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، أهلا بك سيد هاشم. يعني 222 مليون دينار كانت في بند دعم المحروقات لهذا العام، كيف تم استخدامها؟ صباح الخير، شكرا للاستضافة. المبلغ المذكور في هذه الموازنة السنة 2022 هو المبالغ التي تم دعم الأسعار المشتقات النفطية خلال فترة تثبيت الأسعار في بداية العام، وكان المبلغ الإجمالي 450 مليون دينار، ولكن ما تم تدبيره من مناقلات في بنود الموازنة هو 242 مليون دينار، وبقي الفارق عجز قد يظهر في ميزانية العام القادم. أسعار المحروقات هي غير مدعومة بشكل نهائي أبداً، فقط أسطوانة الغاز هناك دعم لها في هذه السنة كان لغاية شهر 9 102 مليون دينار، وفي العام الماضي 84 مليون دينار، فقط المدعومة أسطوانة الغاز، وأما البقية المشتقات النفطية لا يوجد لها أي بند دعم في الموازنة، فقط هذا المبلغ الذي تم تثبيت الأسعار خلال الفترة الأولى من العام الحالي أدت إلى تراجع الإيرادات الضريبية وظهرت على شكل دعم للمحروقات. نعم، يعني أستاذ هاشم في هذا العام تم دعم اسطوانة الغاز ب 102 مليون، أليس كذلك؟ نعم. طب ماذا عن العام القادم؟ هل سنشهد ارتفاع في سعر اسطوانة الغاز المنزلي؟ لا أعتقد، لا يوجد أي نية لدى الحكومة لرفع اسطوانة الغاز أو تغيير سعرها. طب بدون دعم كيف سيتم تثبيت سعرها بدون دعم؟ يوجد الدعم الغير مباشر الذي يأتي من إيرادات ضريبة المحروقات على المشتقات النفطية الأخرى، ويتم عمل مناقلة في بنود الموازنة حتى يغطي هذا الفرق. اسطوانة الغاز سعرها ثابت من سنة 2015، ولا أعتقد أن الحكومة تستطيع أو تفكر في تغيير أو رفع اسطوانة الغاز. لماذا؟ لأن اسطوانة الغاز موجودة في كل المنازل الأردنية، سواء الغني والفقير، القادر والغير قادر، وبالتالي هي مادة حيوية وأساسية، لا تستطيع الحكومة أن تفكر فقط في رفع هذه المادة، علما في بعض الأحيان وفي بداية العام الحالي كانت تكلفة اسطوانة الغاز 12 دينار و80 قرش، ولكن الحكومة تحملت الفارق على حساب إيرادات المشتقات النفطية الأخرى، وبالتالي لا أعتقد أن هناك نية لتغيير هذه الأسطوانة حتى في العام القادم أو في موازنة العام القادم. لا يوجد أي أثر لهذا التغيير الأسعار، لا أعتقد، لأنه أسطوانة الغاز يعني سلعة حيوية، هي تستعمل في الطبخ والتدفئة وعدة أمور أخرى. نعم، يعني سيد هاشم سيتم أخذ جزء من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية تثبيت سعر اسطوانة الغاز عن طريق هذا يعني الجزء المقتطع من هذه الضريبة. طب ماذا عن الأسعار؟ نعم، يعني إلى موضوع أسعار الكاز والديزل، هناك حديث هنا وهناك عن إضرابات ربما تطال قطاع الشحن بسبب ارتفاع الديزل، ماذا عن أسعار الديزل عالميا وماذا عن أسعاره بالإضافة إلى الكاز في الأردن؟ المشكلة المشتقات النفطية بشكل عام والبترول هي الارتفاعات التي تحدث على أسعار البترول عالمياً، وبالتالي تنعكس على أسعار المشتقات، وهناك أيضاً أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع هذه التكاليف، وهو أجور التكرير المرتفعة، أجور المناولة والتأمين والتخزين، كل هذه القضايا إضافة إلى أن سعر المنتج عالميا أصبح مرتفع جدا. القضية الوحيدة التي تستطيع الحكومة الأردنية التعامل معها وهي قضية الضريبة والسقوف السعرية، إعادة النظر في الضريبة المقطوعة قد تخفف عن تكلفة المواطن، وأيضا على السقوف السعرية وهي تخلق نوع من المنافسة بين الشركات التسويقية، وبالتالي تظهر على شكل خصومات يستفيد منها المواطن. هذان البندين الوحيدين التي تستطيع الحكومة التعامل معها. لكن دعني أعود إلى قضية الكاز. يعني أنا أقترح على الحكومة أن تلغي الضريبة الموجودة على الكاز وهي 165 فلس. لماذا؟ لأن إيرادات الكاز للحكومة مبلغ يعني لا يقارن
بمجمل الإيرادات 19 مليون دينار يأتيهم إيرادات ضريبية من مبيعات الكاز البالغة تقريبا 120 مليون لتر سنويا، وهي في تراجع. نسبة استعمال الغاز في الكاز عفوا في الأردن أقل من 0.5% من حجم كل المحروقات البالغ 4 مليار لتر تقريبا. وبالتالي إذا الحكومة لغت هذه الضريبة، وهي هذا هو المجال الوحيد الذي تستطيع الحكومة أن تتعامل فيه تخفيض الكاز مثلا، هو إلغاء الضريبة البالغة 165 فلس كل لتر. لكن أيضا هناك مشكلة أنا يعني أود أن أتوجه بنصيحة، وهي الناحية الاقتصادية. اليوم تنكة الكاز مرتفعة تقريبا 17 دينار وشوي 18 دينار صحيح. أسطوانة الغاز سعرها ثابت وهو 7 دنانير منذ فترة طويلة صحيح. يعني يستطيع المواطن أن يشتري أسطوانتين ونصف من الغاز مقابل تنكة غاز. نعم، لكن يعني سيد هاشم، يعني لا يستطيع الكل أن يذهب ويشتري يعني صوبة غاز ويجيب أسطوانات، يعني موضوع برضه مكلف. يعني صحيح. يعني الأصح أن تفكر الحكومة بتخفيض أو إزالة الضريبة المقطوعة الخاصة على مادة الكاز تحديدا، لأنه كما ذكرت هو مبيعاته أقل وبالتالي مردوده للحكومة أقل، وربما تستطيع الحكومة أن تستغني عن هذا المبلغ البسيط. ربما هذا يعني مقترح قد يساعد تخفيض التكلفة. نعم. علما أن تخفيض التكلفة بدل ما تكون 18 نعم. دينار بتصير ب 14 دينار. يعني نتمنى يعني أن تنظر الحكومة إلى هذا المقترح. نعم، يعني أعتذر منك هذا سيدي لضيق الوقت، الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا. أهلاً. لك أهلا.